هنا لندن. هذه العبارة التي كانت هوية إذاعة بي بي سي وكانت مدخل الكثيرين في الشرق الأوسط إلى بقاع أخرى من العالم لم يكونوا على علم بأخبارها، ولم تكن الإذاعات والقنوات المحلية وقتئذ تشبع الرغبات في معرفة ما يجري بعيداً وأحياناً قريباً من المنطقة. هنا لندن عبارة ما زالت الحكومة الأردنية تعيش على وقعها وتظن أن الناس لا تتابع إلا أخبارها وأخبار منصة حقك تعرف، التي تحارب الإشاعة بالتضليل والخبر الغريب بتوضيح يزيده غرابة. هنا لندن حيث تستضيف الحكومة البريطانية مؤتمر لندن لدعم التنمية في الأردن. هذا المؤتمر اللي جرفونا فيه وأوهمونا أنه يملك العصا السحرية التي ستغير حال الأردن، فلا فساد ولا بطالة ولا مديونية، بل سعادة ورخاء وحياة راضية مرضية. هنا لندن حيث سيعود الدكتور عمر الرزاز وأعضاء فريقه الوزاري بيد فارغة والأخرى لا شيء فيها، حتى مصاريف سفرتهم ما رح يطلعوها. دولة الرئيس من باب النصيحة وحتى لا تعود وإيدك فاضية، في لندن يعيش الهارب من دولة القانون وليد الكردي بعد أن هبر من الفوسفات أكثر من 250 مليون دينار. إذا بتقدر اشحط لنا إياه بطريقك وإحنا مسامحينك بالمؤتمرات ومصاريف السفرات.